هاي، شو هي الإيد الأمثل لتلقي لقاح يمين أو شمال؟ جواب هو 2. من الأثار الجانبية الأكثر شيوعاً لأي لقاح هو الألم بموقع الحقن، وممكن يعاني بعض الأشخاص من وجع لدرجة يصيروا مش قادرين يحركوا إيدهم لعدة أيام. لهيك يفضل تلقي التطعيم بالإيد اللي بنستخدمها بشكل أقل. بالمقابل ممكن حركة الإيد تساعد بتخفيف الوجع بعد الحقن، لأنها بتزيد من تدفق الدم للمنطقة فبيتسرع التخلص من الوجع بعد التطعيم. بعض الأشخاص بيربطوا اختيار الإيد بتاريخهم الصحي، فإذا كان عندهم مثلاً منظم لضربات القلب بالجهة اليمنى بفضلوا الحقن بإيد الشمال، مع أنه ما في تفسير منطقي لهالشيء. مين قال ممكن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بإيد الشمال والتانية باليمين أو العكس؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.